تروح العفاسه اصلا هذه ما بيأثرش على لا لا هاي المره قمنا اليوم بمعية محافظة الغابات والسلطات المحلية من منتخبين إداريين وعسكريين بالقيام بعملية غرس ما يفوق عن 300 شجيرة أو شجرة الأرغان. هذه الشجرة المعروفة، ونتمنى إن شاء الله أن تكون فيه حملات أخرى لتوسيع أولا الشريط الأخضر أو الحزام الأخضر في هذه الولاية والتي هي معنية بهذه العملية. اليوم العالمي للغابات والمصادف ل 21 مارس من كل سنة، قامت محافظة الغابات لولاية ولا جلال بتسطير برنامج غراسة على مساحة هكتارين، وهذا بالتنسيق مع المديرية العامة للسجون، حيث قمنا بالاتصال بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل لولاية ولا جلال، أشركناها في هذه العملية، وهذا كله تحت إشراف السيد والي الولاية.